سؤال جه على بال كل واحد فينا، ويكاد كل واحد فينا سأله لنفسه ووقف مع السؤال ده فترة، هو ربنا هيقبلني؟ هيقبلني بكل البلاوي اللي عندي دي؟ هيقبلني وانا لسه قايم من كبيرة كنت لسه بعملها؟ هيقبلني وانا لسه قافل فيلم حالا حاجة تغضبه؟ هيقبلني؟ ازاي يقبلني؟ لما تلاقي الشعور ده او السؤال ده انت بتسأله لنفسك، افتكر الجملتين دول: أيقبلني؟ نعم يقبلك، ذنبي كبير، رحمته أكبر. وافتكر برضو وهو الملك سبحانه وتعالى وهو بينادي عليك ويقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، طالما لسه ما كفرتش بالله، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أتيتك بقرابها مغفرة، أي بملئها مغفرة. فأوعى تقلق يا أخويا، والله هيقبلك، بس انت روح له وقول له: راجع لك يا رب، راجع لك بقلبي وبروحي وبعقلي، راجع لك يا رب. رمضان نقطة تحول.